اكيد يعني ان انا اعرض الفكره او اعرض الراي ده بحجه ان انا معايا حاجه او دليل بيجسد الفكره دي. فمعنى كده من المنطق ان احنا بنعيد الافكار من غير ما ندور على حاجات تكذبها. ايه المغالطه في كده؟ المغالطه في كده ان انا ممكن اي فكره غلط اساسا بسبب ان انا ما دورتش على حاجه مكذبه فبسبب يعني عشان كده هقع مثلا في ان انا هايد فكره من اساس غلط. ايه سبب المغالطه؟ سبب المغالطه ان احنا دايما البني ادم بينحاز للحاجه اللي بتأيد صح وفضيلته. بينحاز للحاجه اللي بتقول ان فضيلته صح وبيبعد عن الحاجه اللي بتكذب الفضيله بتاعته. وفي سبب تاني ان هو بيبقى العاطفه مسيطره عليه لما بيجي انا بيجي مثلا يحكم على قرار او بيحكم على الفكره بتاعته، تبقى العاطفه بتاعته مسيطره عليه بحيث ان هو بيبقى منحاز للفكره بتاعته. طيب مثال على كده برج اليوم، زي ما قال فادي ان دلوقتي مثلا لو واحد قرا توقعات برج اليوم الحاجات دي حصلت معاه فعلا فهيحط في دماغه ان التوقعات دايما بتبقى صح. مع ان هو ممكن يكون حصل معاه كتير جدا ان الافكار التوقعات اللي هو شافها دي ما اتحققتش معاه، بس هو راح الحاجه اللي بتأيد صحه تفضيله، منحاز الحاجه اللي بتأكد تفضيله، وبعد عن الحاجه اللي بتخانقه او بتكذبه. طيب في قاعده عندنا بتقول ان التكذيب هو الاساس في العلم. يعني ايه؟ يعني ان انا لو عندي مثال واحد بس بيأكد الفكره ده مش كافي ان هو يقول ان الفكره بتاعتي صح. انما لو عندي مثال واحد بس بيكذب الفكره فكده الفكره بتاعتي اقدر اقول ان هي قطعا مش صح. وللاسف القاعده دي طبعا بتودينا في داهيه. مشكله الاسئله بتاعت ترو فولس من الرسائل اللي احنا بنتابعها ان احنا مثلا بنجيب مثال ونطبق عليه الفكره الموجوده في السؤال. فلو المثال اللي احنا جبناه ده صح على الفكره وطبق على الفكره اللي احنا جايبينها ده مش معناه ان السؤال يكون صح. لذلك احنا مترددين جدا لما بنقول السؤال ده اجابته ترو. انما لو احنا جبنا مثال وقلنا وطبقناه وجينا طبقناه على الفكره اللي مطروح في السؤال وطلعت المثال ده ما بيطبقش على الفكره فده كافي ان هو يقول ان الحاجه دي فولس ما دام هو مثال واحد بس يكسر الفكره. طيب ايه اضرار المغالطه دي؟ اكيد طبعا ليها اضرار. اول حاجه التعصب، ان انا ابقى متعصب كتير بسبب ان انا ما بدورش على الحاجه اللي بتكذبها وبسبب ان انا بس بروح للحاجه اللي بتأيدها. ان انا لو خدت قرارات على الفكره دي، القرارات دي هتبقى غلط وهندم عليها بسبب ان الفكره في الاساس غلط. حاجه ثانيه الاعلان. دلوقتي عندنا مثلا ان واحد بيتفرج على قناه معينه، القناه دي بتعمل فكره وجهه نظر معينه وبيجيبوا ظروف بتأيد الفكره دي. فبالتالي انا ما بتفرجش على القناه دي، ما بدورش على مصادر ثانيه، مثلا ما بدورش على النت، ما بروحش اتفرج على قناه ثانيه. فانا وجهه النظر اللي هم بيعرضوها انا باخدها منهم وما بفنش وراها، ما بدورش على اذا كان في الفكره دي صح ولا لا، ما بدورش في حته ثانيه. فبالتالي مثلا لو هم بيعرضوا وجهه نظر غلط انا هتبقى في دماغي وجهه نظر غلط وهيبقى في دماغي وزي غلط. طب ازاي بقى نتجنب ان احنا نقع في المشكله دي؟ اول حاجه زي ما احنا قلنا نتبع مبدا التكذيب، ان انا لما تتعرض عليا فكره او وجهه نظر ان انا ابدا بان انا اكذبها، ان انا ادور على حاجه بتكذبها بحيث ان انا لو ما لقيتش ولا مثال مثلا بيكذبها او سبب بيكذبها فكده بنسبه كبيره الراي ده او الفكره دي صح. حاجه ثانيه ان انا مش مجرد ما الفرضيه تتحقق معايا مره واحده يبقى كده الفكره بتاعتي صح، لا لازم الفرضيه بتاعتي تتحقق اكتر من مره مرات كتيره بحيث ان انا اقول ان الفكره بتاعتي صح. حاجه ثانيه ان انا زي ما قلنا العاطفه هي اللي بتوقعني في المشكله دي، فان انا المفروض استخدم عقلي وانا بحكم على الفكره واجنب العاطفه خالص، ان انا ما اخليش العاطفه مسيطره عليا بحيث ان انا اقدر او بحيث ان انا اتجنب وقوع في المشكله دي او في الغلطه دي. حاجه ثانيه ان انا ما اوثقش ثقه مطلقه في الاشخاص او في الاراء بتاعتهم، بحيث ان انا لو وثقت ثقه مطلقه في ارائهم انا هاخد الاراء بتاعتهم دي وهشوف ان هي صح ومش هفند وراها مش هحاول ان انا اكذبها. طب يعني عشان كده انا هقع في مثلا لو فكرتهم غلط خلاص انا مش هعرف ان هي غلط. ان انا اقرا كتير، ان انا اقرا كتير ويبقى عندي ثقافه كتير، بحيث ان انا ابقى قادر لما فكره تتعرض قدامي ان انا ادور من خلال الثقافه بتاعتي دي على الحاجه اللي بتكذبها او الحاجه اللي بتأيدها بحيث ان انا احكم صح على الفكره دي. يعني ملخص كده ان احنا لما تتعرض قدامنا فكره نبص بعينينا وعين ثانيه وعين ثالثه قبل ما نحكم من اي. شكرا.